نعود مرة أخرى إلى عبد الناصر سانكي مراسلنا من إسطنبول. عبد الناصر، لو نقارن نسب الإقبال ربما في هذه الجولة عن الجولة الأولى والفئات الأكثر تصويتا في إسطنبول. نعم، الآن وبعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات أو بدء الإعلان عن النتائج الأولية، كما قلت يعني في الجولة الأولى كان اللجنة أعلنت أو بدأت أو رفعت الحظر السادسة والنصف، والآن قبل السادسة والنصف رفعت الحظر وبدأت الإعلان عن هذه النتائج الأولية لهذه الانتخابات. يعني مع مرور الوقت طبعا تتضح الصورة بشكل أكثر عن عدد الناخبين الذين شاركوا في هذه الانتخابات، لكن التوقعات تقول بأنه ربما يكون أو تكون المشاركة عالية وكثيفة أكثر ربما من الجولة الأولى، يعني نظرا للمشاركة الكبيرة التي حصلت في الخارج في خارج تركيا للناخبين. قياسا على ذلك ربما يكون أيضا المشاركة تكون أيضا مرتفعة في الداخل أيضا، الطرفان طبعا يتنافسان وبقوة على الفوز بهذا المنصب، بهذا منصب رئيس الجمهورية للسنوات الخمسة المقبلة. كان هناك طبعا مشاركة واضحة جدا لكبار السن وأيضا حتى الشباب في كثير من اللجان، ربما بعض اللجان الذي شاهدتها يعني كان هناك ربما عدد أقل من الشباب الذين كان من المتوقع أن يشارك، ولكن في لجان أخرى كان الشباب حاضرا فيها وصوتوا لصالح مرشحهم المفضل. طبعا نعلم بأن عدد الشباب الذين يعني يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات الجدد حوالي 5 ملايين ناخب، وبشكل عام ما بين 18 و25 أكثر من 10 ملايين شاب يحق لهم أو كان يحق لهم المشاركة في هذه الجولة، جولة الإعادة. طبعا الآن وقد بدأت النتائج تظهر وتتضح الصورة، أعتقد بأن العملية تسير بسرعة، عملية الفرز تسير بسرعة، يعني خلال يعني ساعة وربع تقريبا أو ساعة وثلث بدأت يعني اتضحت 45% من النتائج الأولية لهذه الجولة، جولة الإعادة. معنى ذلك ربما خلال الساعة أو الساعة والنصف المقبلة سنشهد ربما أكثر من 80 إلى 90% من الأصوات أو صناديق الاقتراع قد والأصوات قد فرزت أو تم فرزها، والنتائج شبه الرسمية أو ستتضح لجميع المتابعين لهذه الانتخابات المصيرية والحاسمة في تاريخ تركيا. نعم عبد الناصر، سنطلع منك على آخر المستجدات وسنلقي عينا معك أيضا على النتائج الأولية في إسطنبول. عبد الناصر سانكي مراسل القاهرة الإخبارية من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. نرى الأجواء ربما حولك ممطرة، سنتركك في هذه اللحظات ونعود إليك من جديد مرة أخرى.